أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصحي صحتك أولا. أثبتت الدراسات الفوائد الصحية الكثيرة للأطعمة النباتية، ومنها الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وغيرها. واليوم ستكون لنا وقفة نتعرف من خلالها على الفوائد الصحية العديدة للطماطم، فأهلا بكم. تتميز الطماطم باحتوائها على وحدات حرارية منخفضة، فكوب من الطماطم المقطعة يحتوي على 32 وحدة حرارية فقط، بالإضافة لاحتوائه لما يشكل 7% من الألياف الموصى بتناولها يوميا. وكذلك تحتوي الطماطم على كمية عالية نسبيا من الماء، ما يمنح شعورا بالشبع عند تناولها. تزود الطماطم الجسم بالمغذيات النباتية، خصوصا بعض مشتقات الأحماض الدهنية المفيدة وكذلك المواد المقاومة للأكسدة، وتتميز بكونها مصدرا ممتازا لفيتامينات سي وكي وإي وإي وفيتامين بي 6، كما أنها مصدر جيد لحمض الفوليك والنياسين والفوسفور والكروم والزنك والحديد. تساعد الطماطم الطازجة على خفض مستوى الكوليسترول الكلي في الجسم، وخصوصا النوع الضار منه، وكذلك خفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، وتساعد أيضا على منع تجمع خلايا الصفائح الدموية غير المرغوب فيها، مما يخفض مخاطر التعرض لمشاكل القلب. حاول عزيزي المشاهد قدر الإمكان تجربة الوصفات التي تستخدم حبات الطماطم الكاملة للحصول على أفضل ما في الطماطم من عناصر غذائية مفيدة. يتحقق شعارنا صحتك أولاً.